بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي أفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقة السابقة وقد تناولنا في موضوعات الأحوال الشخصية، تناولنا نفقة الزوجية، وتحدثنا عن كيفية إقامة الدعوة بدءا من ملف التسوية. واليوم إن شاء الله سنكمل حلقاتنا في دعاوى الأسرة لنتابع بدعوى نفقة الصغار. في البداية أوضح إن أنت ممكن ترفع الدعويين، النفقة الزوجية ونفقة الصغار، في دعوة واحدة، ولكن أنا شخصيا أفضل إن هما يكونوا في دعويين مستقلين. ليه؟ حتى لا يرتبط الحكم في هذه الدعوة بالحكم في هذه الدعوة، وقد تحدث متغيرات بالنسبة للصغار أثناء سير الدعوة ما تعطلش دعوة نفقة الزوجية. ولكن نتحدث في دعوة نفقة الصغار منفصلة. بنقول في البداية زي ما قلنا في نفقة الزوجية بتذهب إلى مكتب التسوية، تسوية المنازعات الأسرة اللي في دايرة الزوجة، لأن كل دعاوى الأحوال الشخصية المختص بها محكمة الأسرة في دائرة الزوجة. بتتجه إلى مكتب تسوية الأسرة لإيداع ملف تسوية وتحديد جلسة للتسوية برقم جدول تسوية زي ما عملنا في ملف نفقة الزوجية. ارجعوا تابعوها هتأكد المعلومات. بتأكد ملف التسوية وانت رايح بتاخد معاك مستندات، حوزة مستندات عبارة عن الآتي: وثيقة الزواج اللي تثبت علاقة المدعية بالمدعى عليه، تاني حاجة بتاخد شهادات ميلاد الأولاد القصر عشان تقدمها إذا كانوا 2، 3 أو 1 حسب عددهم، بتاخد شهادات ميلادهم، بترفق صور من هذه المستندات وحوزة المستندات في ملف التسوية، بتقدمه لمكتب تسوية الأسرة بيأيده برقم جدول تسوية ويحدد لك معاد لجلسة التسوية في مكتب الأسرة، وزي ما قلنا عليها بنفس تفاصيل نفقة الزوجية عشان ما نكررش. حصلت على شهادة عدم التسوية لأي سبب من الأسباب اللي ذكرناها، سواء الزوج حضر ورفض، أو سواء ما توصلتوش لتسوية، أو سواء ما حضرش خالص، بتاخد شهادة بالحصول على بعدم التسوية في النزاع، والشهادة دي مستند لك في رفع دعوى نفقة الصغار، لأن لو الشهادة دي مش موجودة الدعوة بتعد غير مقبولة شكلا. كل دعاوى الأسرة بهذا الإطار. واحنا قلنا طبعا على اسلوب او ترتيب المستندات اللي بترفعها وتثبت الأحقية في الطلبات اللي تطلبها في الدعوة بتاعتك. وعايز اقول حاجة، في جزئية مهمة، قد يكون عنوان الزوجة اللي مقيمة فيه فعلا في الحقيقة غير عنوانها اللي موجود في البطاقة، فمن حق الزوجة أن تتخذ لها أي موطن بتحدده في صحيفة دعواها أو في عنوانها في تسوية الأسرة، بتتخذ الموطن اللي بتحدده. يعني ممكن يكون موطنها الأصلي في القاهرة تقوم كاتبة عنوان لها في الجيزة، بس العنوان اللي كتبته في الصحيفة أو في الإعلان اللي رايح للمدعى عليه هو اللي هيجي لها الردود بالإعلانات من المدعى عليه برضه، لازم هتلتزم بيه، هيبقى العنوان ده هو بتاعها، تخيرته العنوان ده. فيجوز إقامة دعوة نفقة الزوجية ونفقة الصغار زي ما قلت في دعوة واحدة، ولكن أنا شخصيا بفضل إنه يبقى كل واحدة في دعوة. ليه؟ عشان تقدر تحصل على أكبر قدر من الفايدة للمدعية. بعد ما بتاخد شهادة التسوية بتحرر صحيفة الدعوة بنفس الأسلوب اللي اتكلمنا فيه على نفقة الزوجية، نفس الاسلوب في تحرير صحيفة الدعوة في نفقة الزوجية هي نفس الاسلوب في نفقة الصغار، وهنشوفها بعد كده في باقي دعاوى النفقات او المطالبات زي المطالبة بالمتعة او العدة بعد الطلاق او مؤخر الصداق. كل الحاجات دي هنتكلم فيها في حينها في حلقاتها، هي هتبقى تلاقي نفس الاسلوب واحد، ولكن احنا بنوضح النقاط الدقيقة الخاصة بكل دعوة على حدة.
ولكن الخلاف اللي بيكون بين الدعوة دي والدعوة دي في كل صحيفة، الخلاف بين أي دعوة والتانية هو المنطوق بتاع صحيفة الدعوة، اللي هو طلباتك إيه. يعني في نفقة الزوجية أنت بتطلب بفرض نفقة الزوجية للمدعي على المدعي عليه الزوجة يعني من تاريخ الامتناع بناء على الدخل بتاعه اللي أنت كتبته بالصحيفة، فرض نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ الامتناع. أما في الدعوة الماثلة اللي بنتكلم فيها اللي هي نفقة الصغار، فبتطلب فرض نفقة للصغار من تاريخ الامتناع أيضا، هو بذاته اللي هيكون التاريخ بتاع نفقة الزوجية. يعني ما ينفعش تكتب تاريخ امتناع لنفقة الزوجية وتتناقض وتكتب تاريخ امتناع في نفقة الصغار، لازم يبقى تاريخ الامتناع موحد، اللي هو زي ما شرحناه في نفقة الزوجية، يا إما تاريخ الخروج من منزل الزوجية بمحض إرادة الزوجة، أو التاريخ اللي ضربها وطردها من منزل الزوجية وأثبتته في جنح الضرب أو في محضر رسمي ضد الزوج حال تعرضه. فتاريخ الامتناع عن الإنفاق ثابت في نفقة الزوجية وفي نفقة الصغار، ما يتغيرش. إذا كتبته في نفقة الزوجية تاريخ، هيبقى هو نفس التاريخ في نفقة الصغار، لأن تغيير التاريخ بين الدعوين بيحدث تناقض ويشكك المحكمة في إثبات تاريخ الامتناع، في ثبوت تاريخ الامتناع. فإذا كان ثابت محضر رسمي، إذا كان ثابت بجنحة، ثابت بأي وضع رسمي، بترفقه في الدعوة دي وبترفقه في الدعوة دي صورة رسمية منه لتؤكد صحة تاريخ الامتناع اللي المحكمة هتحكم على بداية النفقة من هذا التاريخ. موضوع صحيفة دعوة نفقة الصغار، وانت بتحدد بعد ما بتكتب واعلنته بالآتي، بعد الدباجة بتاع الخصوم واعلنته بالآتي، بتتكلم فيها الموضوع ان الطالبة زوج المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ بتاريخ كذا كذا كذا، ودخل بها وعاشر معاشرة الزوجات والمعاشرة الأزواج، آسف، دخل بها وعاشر معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الأبناء فلان بتاريخ كذا وفلان بتاريخ كذا وفلان بتاريخ كذا. يكتب تاريخ الأبناء، أنجب على فراش الزوجية من زوجته، أنجبت على فراش الزوجية من زوجها ده أبناء، الأبناء دول تذكر أساميهم حسب شهادة الميلاد وتاريخ الميلاد، تذكر اسم العيل وتاريخ ميلاده، يبقى حددت حسب شهادات الميلاد الأبناء اللي أنجبتهم على فراش الزوجية منه بتاريخ ميلادهم حسب الشهادات. وبعد كده بتقول إن هو طبعا الرجل ده على قدر من اليسار، وانه بيشال كذا، وبتحدد دخله او مجموع دخوله اللي بناء عليه هتحسب المحكمة قيمة النفقة، وبتذكر ايضا تاريخ الامتناع عن الانفاق، اللي هو في الغالب بيبقى التاريخ اللي قلنا عليه في نفقة الزوجية، تاريخ الامتناع اللي خرجت منه بنفقة الزوجية، خرجت ومع العيال من نفقة الزوجية، سواء خرجت بإرادتها او هو ضربها وطردها، هو التاريخ واحد، وخرجت ومع العيال بتستحق نفقة لها في نفقة الزوجية زي ما قلنا، وتستحق نفقة للصغار زي ما بنقول النهاردة، يبقى هو تاريخ الامتناع في الحالتين واحد. راجعوا حلقة نفقة الزوجية هتوضح لكم العناصر دي، لان انا بقررش عليها عشان هتلاقوها مقررة في كل دعاوى الاسرة، نفس الاسلوب بتاع رفع الدعوة ونفس موضوع وتحرير صحيفة الدعوة. بعد صدور الحكم بقى في نفقة الصغار، هيصدر الحكم زي نفقة الزوجية، بينفذ الحكم بحكم أول درجة، ما بتستناش الاستئناف، بتحصل على الصورة التنفيذية من الحكم أول درجة، بتستلم الصورة التنفيذية وترفق بها محضر إعلان للزوج للمدعى عليه، محضر إعلان، وتسلم الألم محضري الأسرة في الدائرة اللي أصدرت الحكم، ألم محضر القصة اللي هي دائرة الزوج، بتسلمه الحكم للإعلان. بعد ما تسلم الحكم بعد الإعلان، بتحرر توكيل تنفيذ وتعيد تسليمه لألم محضر الأسرة في نفس الدائرة للانتقال إلى محل إقامة الزوج والتنفيذ عليه، إما يدفع أو يحجز عليه، وفي كلتا الحالتين هيبقى التنفيذ قائم.
يا اما يحجز عليه ويحدد ميعاد للبيع زي ما شرحنا في نفقه الزوجيه، يا اما ولما يروح له عشان ينفذ في ميعاد البيع بتسلم الورق للمحضرين قبلها بكام يوم، وتروح المحضر يروح المحضر اللي مدعى عليه عشان ينفذ، يا اما بيحصل المبالغ اللي موجوده في توكيل التنفيذ اللي انت كتبتها، يا اما بيعمل له تبديد في حاله لو ما لقاش المنقولات او تهرب الزوج باي صوره من الصور اللي شرحناها في نفقه الزوجيه، هي نفس الاجراءات ما بتتغيرش. وبعد كده هنبقى نقول في موجز او في كبسوله زي ما انا قلت في حاله نفقه الزوجيه، هنقول عن كيفيه الالتجاء الى بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ الحكم. يبقى تنفيذ غير تنفيذ غير طريقه المحضرين. انا احب انوه ان هيكون لنا كثير من دعاوى الاسره، ولذلك عيدوا وركزوا في الاجراءات اللي بتتم في نفقه الزوجيه ونفقه الصغار متطابقه. هيبقى لنا اجراءات وتفاصيل اخرى في عده دعاوى في الاسره، زي مثلا نفقه الاقارب، زي المطالبه بمصاريف وتكاليف الولاده والعلاج، المطالبه بمصاريف علاج الاطفال، المطالبه بمصاريف المدرسه او غيرها من الامور اللي تحتاج لنفقات تتحملها الزوجه او اجر خادمه او اي شيء من هذا القبيل بيحتاجها الاسره وبطلب بيها الزوجه الزوج في حاله خروجها من منزل الزوجيه. ولكن في احداث تانيه بتتم بعد الطلاق، حقوق للزوجه تانيه بتكون بعد الطلاق، اللي هي ايه؟ اجر الحضانه واجر مسكن حضانه. اجر حضانه للصغار واجر مسكن حضانه للصغار. نفت او مطالبه بالعده، مطالبة بالمتعة، الاثنين ممكن تجمعهم في دعوة واحدة، وممكن تطالب بيهم على فرادة برضو نفس الحكاية. ومؤخر الصداق بيستحق، كل دعوة دي يستحق بعد الطلاق بس، يعني بعد الطلاق فقط، اللي هي ايه؟ أجر الحضانة والمسكن والعدة والمتعة ومؤخر الصداق. كل الدعوة دي يتم المطالبة بها بعد الطلاق، ما ينفعش قبل الطلاق، لأن بيبقى المستند كمان فيها وثيقة الطلاق مع وثيقة الزواج. يعني أي شيء لاحق لانفصال العلاقة الزوجية هو الدعاوى اللي احنا قلناها دي. وممكن على فكرة في بعض الأحيان وعملناها كتير إن بيبقى لانفصال العلاقة الزوجية إحداثيات أخرى تستحق فيها الزوجة التعويض من الزوجة عن هذه الإحداثيات، ودي بتبقى وقائع فريدة وبتحتاج دعوة خاصة فيها كده، ومحامي محترف يكتب صحيفة الدعوة زي ما بنقول كده ما تخرش المية، بتيجي قدام المحكمة بتبقى المحكمة لابد تصدر حكم لصالح الزوجة تعويض عن واقعة الطلاق نفسها. طبعا الحديث في دعوة الأسرة واسع وكتير، محتاج مننا شوية تركيز. هي دعوة الأسرة كلها متشابهة، ولكن هي بينها الخيط الرفيع بتاعها اللي بنقوله في كل الدعاوى بيكمن في الطلبات الختامية فقط، اللي هي أنت أسست عليها الدعوة، نفقة زوجية ولا نفقة صغار ولا أجر حضانة ولا أجر مسكن، كل الدعاوى اللي بيفرق فيها الطلبات بناء على موضوع الدعوة اللي أنت شرحته. ولكن عيد وأكد إن مهم جدا زي ما قلت في نفقة الزوجية، في مجموع المطالبات اللي بتبقى حال الزوجة ما زالت على ذمة زوجها لابد من إثبات تاريخ الامتناع، عشان هو اللي بيحدد النفقة اللي هتستحق من تاريخ الامتناع المحكمة هتحدد بناء عليه. أعزائي، أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح في عجالة إجراءات وأسلوب رفع نفقة الصغار، وعلى موعد في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.